حاسس انه في بتمك حكي كتير ومستحي تقول لي اياه، مشان هيك تركتك ترتاح حتى تتمالك نفسك. وانت من صغرك ابن اصل وخجول ونفسك عزيزة عليك، بس انت بتعرف بيني وبينك ما في لا حاجب ولا بواب. فقال لي شو مشكلتك وشو عم يخطر ببالك؟ والله يا ابو رشاد حالتي ما بتسر منوب. تركت ضيعتي ورحت على عين التفاح وبقيت فيها سنة، والحال كل ماله عم يتدهور. يعني شو بدي اقول لك، الدهر كل ماله عم يجور علي يا ابو رشاد. والله يا ابو فدوى، الانسان لو جرى جري الوحوش غير رزقه ما بيحوش، وبالنهاية ما بصيبك غير نصيبك. بقى هونها بتهون وصغرها بتصغر، والحقيقة ما في حدا بهالدنيا مرتاح سواء كان معه ولا ما معه. بقى قل لي شو المطلوب مني؟ والله يا ابو رشاد، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا تخجل ابو فدوى، قول قول، انا صاحبك ماني غريب. الحقيقة يا ابو رشاد، انا لازم لي شوية مصاري حتى ارجع لهالضيعة واشتري بيت صغير قاوي فيه هالبنات، واملي فيك كبير يا عزيزي. ولا يهمك، انت حبيبي وصلت. قديش بدك؟ يعني شي 20 ذهبة، وبسدد لك ياهن اذا الله راد بعد سنة من هالتاريخ. على عيني وراسي. الحقيقة أنا كنت عارفان إنه بدك مبلغ كبير وعملت حسابي. تفضل، هي 20 ذهبة. يسلم مهديات ويخلي لي إياك يا أبو رشاد، ويطول لي بعمرك ويستر على حريمك مثل ما سترت على حريمي يا حق. ولو يا أبو فدوى، أنت رفيق عمري وحبيبي. أبو رشاد، البقرة عم تتعذب بالولادة ومدري شو صاير لها. يلا جاي جاي. عن إذنك لحظة لأشوف شو القصة وراجع لك. إيه تفضل 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 أبو رشاد. جي وين الكيس؟ لك هلا اعطاني يا زلمه، اعوذ بالله. وينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الزلمه ما قرب صوب منه؟ معقوله؟ شو بدي اقول له هلا؟ معقوله اساله عن الكيس؟ اكيد بده يقول عني محتال. حسبي الله ونعم الوكيل. شو الحظ اللي الي؟ هلا كان هون. والله يا ابو فدوى وشك خير علينا، البقره جابت عجل بيطير العقل. خير ابو فدوى شو بك؟ لا لا سلامتك ما في شيء، بس خليني اتيسر هلا، تاخرت على بناتي. خليك هلا وبكره بتتهون. لا لا معلش خليني امشي اليوم. طيب نتغدى سوا. ولو ديارك عمره، يشهد الله علي ما قصرت. يلا بالاذن هلا. ابو فدوى اذا بتعتاز اي شيء تاني امانه، ها بتجي لعندي فورا وانا بخدمتك. وبالنسبه للمبلغ لا يكن لك فكر، بتسدده على مهلك. انا الحمد لله الله مفضل علي. كتر الله خيرك. يلا بالاذن. الله معك الله معك ابو فدوى، سلم على العيله. ها مع السلامه. شو هالحكي بابا؟ معقول؟ قسما بالله يا فدوى، كانه جني اخذ هالكيس من قدامي واستكتروا علي. اضرب عليك يا بابا انت وهالحظ الاسود، ولي على قامتي عليك، ليش هيك عم بصير فيك؟ والله ما بعرف يا يسرى، رح اجن، والله رح استير. حكايتي ما بيصدقها لا جني ولا انسي، بالظاهر الله يعني مو كاتب لي عيش طول عمري مرتاح. طيب وليش ما قلت لابو رشاد انه الكيس ضاع؟ ولك بنتي شلون بده يضيع؟ لسه هلا الزلمه اعطاني اياه؟ والله صحيت له انه ضاع، لانه اكيد ما راح يصدقني وراح يظن انه انا عم بحتال عليه. طيب انت ما تحركت من مكانك؟ الله وكيلك يا يسرى ما قمت من محلي، يعني بعلمك كان الكيس جنبي، بعلمك طار الكيس من جنبي، وشلون ما بعرف. طيب وهلا شو بدك تساوي؟ هلا بدي سدد المبلغ للزلمه بعد سنه حسب الاتفاق. بدك تسدد له 20 ذهبه؟ اي والله لو اشتغلت ليل نهار ما رح تقدر تسدد له هالمبلغ. مجبور يا بنيتي مجبور، شو بدي ساوي؟ طب انا عندي فكره. شو هي؟ نحن لازم نشتغل ونساعدك، ولا تقول لا هالمره. والله ما بعرف شو بدي لكم يا بابا. عيني بترف يا حبه عيني، هي اللي سرقت النوم من عيني. عيني بترف يا حبه عيني، يا اللي سرقت النوم من عيني. خير ان شاء الله ده بعدك، والله والله ده بعدك كان على عين على عين على عيني. ملي يا حلوة على الجنبين، والله
والله ما شافت زيك عين ميلي حلوة على الجنبين والله ما شافت زيك عين جبت الحسن ده كله منين جبت الحسن ده كله منين واعمل ايه لو غاب عن عيني على عيني اشيلك على عيني على عيني اشيلك على عيني عيني بترف يا حبة عيني يا اللي سرقت النوم من عيني خير ان شاء الله ده بعدك والله والله ده بعدك كان على عيني على عيني على عيني تشتغليهن هدول سنارة وحدة ومن وين بتجيبي الأشكال من عقلي فعلا شاطرة قديش حقها سماحية نفس قد ما بدك تدفعي رح ادفع لك ربع مجيدي مليح هيك مو قليل ربع مجيدي طب اعطيني غطا ترابيزة صغير ورح ادفع لك مجيدي مليح هيك تفضلي نقي على كيفك رح اخد هاد ماشي الحال ماشي ان شاء الله الف مبروك الله يبارك فيكي واذا عملتي موديلات جديده تعي ورجيني اياهم نحن لازمنا غطى طاوله لست اشخاص تفضلي لورجيك الطاوله تفضلي تاكليهم بالهنا ان شاء الله يسلموا ايديك يلا معك مع السلامه يا رايحين عحلب حبي معاكم راح يا محملين العنب تحتي العنب تفاح كل من حبيب ومعه انا حبيبي راح يا ربي ناس متها وترد الحيلوليه دراين دراين والله ما شلحته شلح لحاله هالدراين دراين يلا على الآؤون مثل الحلاوه هالآؤون مرحبا عمي اهلا وسهلا ومرحبا اهلين وسهلين اذا وصيتك على معود تين بتساوي لي اياه والله هو بصراحه الشغله مو شغلتي بس تكرم عينك كم قطرميز بدك انت ثلاث قطرميزات تفضل وهي رعبون امتى بيخلصوا يعني بعد اسبوع ان شاء الله بيكونوا عندك عظيم انا بيتي هداك اللي براس الحاره يلي منشور عليه الغسيل عرفته ايه بعرفه عرفته شوفي يا فدوى انا عرسي بعد 10 ايام واهلي ما بدهم يجيبوا مغنيه بس انا مصره اجيب مغنيه بدي اعمل طنه ورنه بعرسي جكاره بعرس فوزية اضماني لسه رفعت لي انفه للسما ايه وشو المطلوب مني يعني بدي اياكي تغني قدامي واذا عجبتيني رح دللك بالاجره يعني كم ساعه بدك يعني غني مفتوحه وبالنسبه للاجره لا يكن لك فكره هاتي فدوى سمعيني لشوف على قد ما حكولي عنك صرت متشوقة اسمع ايه على عيني فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب شو لوين رايح بابا؟ شو هاد اللي أخده معك؟
بدي روح على بستان مالك بيك حتى طعم له الشجر. وشو بيفهمك انت بهالشغلة؟ لك بابا شو بدي ساوي؟ قال شو جبرك على المر؟ قال له الأمر. طيب وعد شاب معنا كاس متى قبل ما تروح؟ وانت اللي قلتي بابا. حاضر. يلا. معقول تهلك حالك بهالشكل؟ والله يا عم بشفق عليك. يعني يا من ترك ليل نهار عم تخفق من محل لمحل وعم تشتغل شغلات متعبة. بصراحة أنا خايفة كتير على صحتك. ليش أنتوا ما عم تتعبوا معي كمان؟ هاي أختك يسرى رح يدوب عيونها من الحياكة وشغل السنارة. ولا يهمك بابا، المهم تجمع العشرين ذهبة وترجعهم لأبو رشاد. آخ يا بنتي آخ آخ على هالزمن الغدار والحظ المنحوس. لا ويا ريت استفدنا من هالعشرين ذهب شيء. سم الموت إذا شفنا مجيدي واحد وفوق منا غربة من الضيعة وشنطتها. بابا قديش بقي لحتى يكمل معك المبلغ؟ والله لسه كتير يا بنتي، لأنه المبلغ كبير والله يعيننا على التدبير. ماشي الحال، دعولي بابا. يلا معك بابا. يا الله يا الله أنت المعين يا رب العالمين. يا الله يا الله. أبو فتوى هذا أبو رشاد يا بنات. أبو رشاد؟ وشو جابه هلا؟ أكيد جاي يطالب العشرين ذهبة لأنه صار ماضي على موعد التسديد سنة كاملة. الله يستر. أبو فدوى شلونك يا أبو فدوى؟ أهلين أبو رشاد، أهلا وسهلا. يا أهلين. ميت مرحبا. يا أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا يا صبايا. أهلين عمو. ما شاء الله صاروا كبار وأحلى من زرار الورد. الله يخليك ويسلمك. تفضل أبو رشاد تفضل. يا أهلين وسهلين. اعملوا شاي اعملوا شاي. شلونك يا أبو فدوى؟ شلون الشغل معك؟ والله يا أبو رشاد الزمن معاكسني شوي والمعيشة صايرة، يعني شلون بدي أقول لك؟ معلش بابا يا ريت تتركونا شوي. ليش لحتى يتركونا؟ أنا بدي أحكي كلمتين وبدي إياهم يسمعوا. عدو عمو عدو. أبوكم يا بنات أجل عندي السنة الماضية وأخذ مني 20 ذهبة حتى يشتري لكم بيت ويقاويكم فيه. صحيح يا أبو رشاد الله يكتر خيرك. والحقيقة أنا يعني هلأ المهم أنا عطيته المبلغ وقلت له يسدده على مهله. صح يا أبو فدوى؟ صحيح. بس يا أبو رشاد الدنيا مكملك شايف يعني. ومرت السنة وأبوكم ما رجع على الضيعة وأنا سافرت وما رجعت على ضيعتي إلا من يومين بس. الحمد لله على السلامة يا عمو. الله يرزقنا ويرزقك يا رب. بس بتعرف أبو رشاد والحقيقة أبوكم ما أخذ المبلغ معه. عفوا عمو ما فهمت عليك. يعني العشرين ذهبة يلي عطيته إياهم بالكيس الأحمر أبوكم ما أخذهم معه. شلون يعني؟ وإذا بتتذكر يا أبو فدوى أنت كنت قاعد وساند ظهرك على حيط البستان ومن يومين أجا ابني حتى يصلح الحيط قام لقى بقايا كيس أحمر منسول فوق الحطبات وعشرين ذهبة بقلب الحطب. بقى بتعرف شو اللي صار يوميها؟ لا والله ما بعرف شو صار. اللي صار انه طلعت فارة من جوات الحيط سحبت الكيس من جنبك من دون ما تحس ورشاد ابني الله يرضى عليه بعد سنة لقى الذهبات. لقى العشرين ذهبة؟ اي نعم بالتمام والكمال. وابوكن الله يحفظ لكم يا استحى يقول لي انه ما اخذ المبلغ، خاف اني ما صدقه او قول عنه انه محتال او عوانطجي. وطلع من عندي يومها والله يعلم شو كانت حالته. بقى تفضل يا ابو فدوى هي 20 ذهبة إلك ولبناتك حلال زلال. واعتبر هالمبلغ هدية مني إلك لأنه يبدو لي رب العالمين قاسم لك ياهم من عنده وأنا الحمد لله الله كافيني. وأنت رفيق عمر وحبيب وطيب ومن واجبي وقف جنبك بمحنتك. شكرا يا أبو رشاد. شكرا يا حبيبي. هلا ارجع على الضيعه انت وعيلتك واشتروا البيت اللي بدكم اياه وان شاء الله الف مبروك عليكم. قسما بالله مالي مصدق يا ناس، مالي مصدق يا عالم. سنه كامله من الشنططه والمرمطه والتعتير والشقه وكله بسبب فهرة. فهرة افرح يا قلبي لك نصيب تبلغ مناك ويا الحبيب
افرح يا